السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. زلنا مع قناة تفسير الأحلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن بعض الرؤى التي تبشر بتحقيق الأمنية الغالية إن شاء الله. أول رؤية معانا وهي رؤية السيارة السوداء للمرأة المتزوجة. هذه الرؤية تبشرها بتحقيق أمنية لها إن شاء الله. رؤية الميت حزين في المنام، ليس هذا فقط، وإنما رؤية الميت حزين ثم أبدأ معه بالكلام ثم يفرح، يخرج من حالة الحزن إلى الفرح. ده مين؟ الميت في المنام. فهذه الرؤية تبشر بتحقيق أمنية غالية إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية المرأة المتزوجة، إن جارها تقدم لخطبتها ووافقت على هذه الخطوبة مع أنها متزوجة، لكن هكذا رأت. فهذه الرؤية تبشر بتحقيق أمنية غالية إن شاء الله. رؤية خروج الماء من البيت بالنسبة للبنت العزباء، هذه الرؤية تبشرها بتحقيق أمنية غالية لها إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية موج البحر الهادئ والماء صافي، هذه الرؤية تبشر إن شاء الله تبارك وتعالى بتحقيق أمنية غالية. رؤية المسجد الحرام له معاني كثيرة، لكن من ضمن معانيها تحقيق أمنية. لو كانت لك أمنية وتريد أن تتحقق لك حينما ترى المسجد الحرام، هذه الرؤية تبشر بتحقيق الأمنية إن شاء الله. رؤية الصياح مع السعادة في المنام، هذه الرؤية تبشر بتحقيق الأمنية إن شاء الله. رؤية الصيام بالنسبة للبنت العزباء، هذه الرؤية تبشرها إن شاء الله تبارك وتعالى بتحقيق الأمنية. رؤية البنت العزباء لإمام المسجد، إمام الجامع، هذه الرؤية تبشر بتحقيق الأمنية إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية الهلال في كبد السماء، هذه الرؤية تبشر بتحقيق الأمنية إن شاء الله. رؤية المرأة المطلقة والمرأة الأرملة لارتداء الحذاء الجديد ربما تدل على الزواج، ولكن تدل أيضا على تحقيق أمنية إن شاء الله. وربما تحقيق الأمنية، أو ربما الأمنية التي تتمناها الزواج بالنسبة للمرأة المطلقة أو الأرملة. رؤية البكاء مع الشعور بالسعادة، ده بخلاف الصياح، هذه الرؤية أيضا تبشر بتحقيق الأماني. رؤية الموت للمرأة الحامل، هذه الرؤية تبشر بتحقيق الأمنية إن شاء الله. من أفضل الرؤى التي تدل على تحقيق الأمنية رؤية دخول الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.